من تشاد من النيجر، نحن قبل قايلين ده السودانيين بعضين عادي، لكن بعد يكون ان احنا عندنا دخيل، دخيل من دوله تشاد مالي يا اخي، دي ده مرتزقه دي جنجويت يا اخي، بعد كده انا بدافع، انا اللي قدامك ده بدافع عن نفسي، بدافع عن عرضي، اكون مربع يدي، ناس الخرطوم ولا الغادي يطلعوا، يطلع اي حد يدافع عن نفسه، جنجويت شنو يعني؟ ماكو يعني شنو العرب ديل يعني، هو زمان نحن بنقولنا قالوا العرب والزرقاء، تقولنا دي فتنه ما دايرين نخش فيها، فهمت علي؟ لكن الوقت الحين الدول، انا مش بنعرف في مرتزقه، دول تشاد، نيجر، مالي، يا اخي معقوله يا اخي نحن بندافع؟ انا حس انا لو ما برا والله نحمل سلاح، والله نحمل طيب. سلاح. طيب الكلام ده انا قلت طالما انتم قلتوا دليل تجيبوا الديمقراطيه وشاكلتوا مع العسكر من المفترض ما تعلموا في بيت الناس. طيب حلو يا اخي، قولوا انتوا معنا نحن اختلفنا عرب كزرقاء. طيب ذلك في الشمال النوبه خليهم البحث والسكوت والحفوان والضناقله خليهم، اما في عرب ذلك طيب مع اخوانكم من باب الحروب كده صح، برضو دلقتوا في بيوتهم والله ثبتوا لنا قضيتنا انكم انتوا ناس لا عندكم علاقه ولا سودانيين ولا عندكم علاقه بالشغلين. لا والله محمد انت فتنه فتنه. تعال الله يكرمك ويجزاك الله خير، جزاك تسلم شكرا لك. ما والله ولا كيف يا جماعه؟ لا لا والله انت فتنه، فتنه بتاعت شنو يا زول؟ حبيبنا الله يرضى عليك انت 20 سنه بتغتصب وتقتل فيني. قلنا خلاص ماشي. والله يا اخي ذاك عشان انت نحن ما منك وكذا وبتاع. جاء الخرطوم، في ناس من الخرطوم قالوا هم عرب، طيب معناته اخوانك من باب العروبه. برضه والله ده لا بعرف عروبه، لا بعرف زرقه، لا بعرف بطيخ، لا بعرف بتاع. فجأة من طرف فظهر على حقيقته، نحن الكلام اللي قاعدين نقوله جنجويدي ظهر منه على حقيقته، ياخذها ياخذها اهو شايفينه؟ اه بس يا اخي عامل زي الفقير، الكلام اللي بقوله ده كله صحيح في الدين ده صح، وكونوا احلاس بيوتكم وزمن الفتن صحيح، لكن كونوا احلاس بيوتكم ده لو في فتنه برا مثلا الدعم السريع والجيش بتدقوا انت تكون في احلاس بيوتكم، انت اقعد في بيتك، لكن دلت في بيتي اخليه لا تلف في بيتي مثلا كده ودلوك بوت، ويا ريت لو تلف دري اكل لك قرقوش ولا رغيف ولا كده الطريقات، لا 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 نط في مرتي قلنا ماشي، اختي قلنا ماشي، حببتي في الركوبة قلنا ماشي، حببت حببتي انا دي المفروض مره صغيره ولا كبيره اخليه ها اعتدوا اليهم بمثل ما اعتدى اليكم العين بالعين والسن بالسن والقتل بالقتل والجروح قصاص، بس وقفني هنا دعوه شغاله يا جماعه. طيب نكلم يا رب. طيب ده برضه نرفعه لان الولد ده شغال في التيك توك والولد ده برضه ممتاز يعني برضه نرفعه، كان قال لي ادبه نبجبه لكن حسي ممتاز، اي زول قال لي ادبه يفجر حسي لكن زول كويس. السلام عليكم. طبعا كلنا مستعبانة في الميديا ونشر بالصوره بتاع حسن الامين شرشار اللي هو مشهور بحسن جوجو زعيم بتاع المعارضه التشاديه المسمى معارضه مظلوم، والناس تفاجأت طبعا، وانا قبل اليوم عملت الفيديو اعتمدت على تقرير بتاع صحف تشادي، صحف تشادي ده بيتكلم انه في اكثر من 7 زعماء تشاديين موجودين الان في السودان بكامل القوه بتاعته، ووصل صحف تشادي حتى تم استضافته في قناه فرانس 24 القناه الفرنسيه الاخباريه الفرنسيه، وتكلم صراحه ان المشروع ده والمشروع ده بيتم قيادته يا جماعه عن طريق حاجه اسمها الصحوه العربيه، وذيل عباره عن عرب موجودين في كردفان وفي دارفور وفي افريقيا الوسطى وفي تشاد وفي مالي والكاميرون وبوركينا فاسو وجزء من ليبيا وجزء من موريتانيا، زي ما سمعت اكثر من 9 دول قاعدين يقودوا الحركه دي، كلهم موجودين وعندهم مشروع بتاع انهم عايزين يحكموا كل الدول دي بما فيهم النيجر، وعندهم اعضاء موجودين في اوروبا موجودين في الخليج اللي كانوا يوفروا لهم الدعم المادي، وعندهم تجمع بتاع حتى طلبوا بتاع انه لا الكلام ده ما كلهم يعني ابناء القبائل دول مؤمنين بالمشروع ده، لكن اقدر اقول الاغلبيه. وشفتوه امس ده حسن الامين جوجو او جوجو او شوشو، المهم عنده الحرب كثيره جدا، هو ده واحد من الاشرار
المرتزقه الموجودين الان في الخرطوم وقاعدين يخوضوا المعركه نيابه عن الحركات بتاعتهم، فجزء منهم موجودين بكامل قواتهم وجزء منهم مخليين قواتهم في الحدود وقاعدين يجوا من حفتر من ليبيا، المنطقه بتاعت السيطره بتاعت حفتر هو اللي قاعد يدعمهم دعم مادي. فالمخطط كبير والمشروع ده خطير جدا، وانا بتمنى انه الشعب السوداني بعد ده يعرف حقيقه الامر. احنا لازم القيادات بتاعت الجيش تطلع وتتكلم انه احنا حرفيا الان قاعدين نواجه باحتلال، عشان الموضوع ده صراحه كبر والموضوع ده محتاج استنفار عديل، محتاجين لاستنفار كل الشعب السوداني. فانا بتمنى انه الفيديو ده يصل، اتمنى الناس تحاول تشير الفيديو ده عشان الناس تعرف انه احنا صراحه قاعدين نواجه. ما ممكن يوميا عندك عشرات الالاف رجل داخلين الخرطوم من الحرب. اليوم ابتدت الدعم السريع لو وضعنا يعني رقم قلنا هم 120,000، فالجيش قد اكثر من 80,000 منهم. وبالكلام ده قالوا المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحه. المفروض الان يكون الخرطوم دي خاليه من الجنجبيل، لكن الناس دي الان عديل الجيش. طيب شايفين يا جماعه الولد ده منطلق، اي دول لما يعمل فيديو يقطع لنا صغيره زي ده، فانا بجر التيك توك كده، دي صفحه في التيك توك ما شغال فيها لكن وطوالي شنو فبجيبه طوالي لانه شنو الاستنفار ده كويس جدا يعني. تحياتنا، شكرا لكم لقدام. نكرر الفيديو ده اخر فيديو، والعصر جانا يا جماعه، ربما باقي له 10-15 دقيقه. وتحياتنا لكل الناس الشيره، وتحيه للناس الدعم هنا. انا طبعا بكن لهم كل الاحترام والتقدير في الدعم. يا اخي انت طالما لك انت بتجينا كده في نهايه اللعبه، تجينا في نهايه اللعبه كده. طيب المهم نديك دعوه كويس، انا ما اعرف انتظار بتجي في نهايه اللعبه بعدين الليله ويكن كمان يعني. وينها انتظار وينها يا هادي. طيب انا بكرر الفيديو دي، انتظار خشي. السلام عليكم يا احمد. الحمد لله والله، العصر جانا وانت بتجي في نهايه اللعبه، لكن انا ما باجي في نهايه اللعبه، انا قاعد اخليك لما تكمل كلامك وتقول دعوات انا بقوم بقدم، انت ما قاعد تشوف الدعوات بتاعتي. اوكي تمام. وبعدين امبارح اصلا كنت داير ارد للزور اللي قلت لي هنا في المانيا ده اول حاجه هو تشادي ما سوداني. الرساله امبارح ده كويس، كنت داير ارد على المرة اللي وقفت اتكلمت عن الدعم السريع انه بيساعدنا والدعم السريع واقف معانا. فعلا الدعم السريع بيساعدنا واقف معاهم لانه مشتريهم. الكلام هنا للشعب السوداني، عندك 1900 حاجة نجيب كلام عشان الكلام يكون سمع. بنلاقي الدعم السريع بتاعتهم بيساعدونا بيروحوا معانا، يعني ما شفنا منهم اي حاجة تعمل صراحة، حتى لو في تسعات زي ما هم نقطه تفشى واحده في كل تقويم مع الاعالي قاعدين يطور زي ما احنا لا نعرف زي واحد يقول انا تقويم فما في كلام زي ده. انا بحتفل دي اشاعات ها، ودي ناس فضيت الدعم السريع، واحنا مع الدعم السريع ايا كان والله في نظر عن اي شيء. انا واحده من الناس لو بيصير طالعه اقسم بالله العظيم عشان اجيب قرش معي صغيره سادة واحد من الدعم السريع ولا ولا في تعيش مبروك واشتري لها بقروشه صراحه. طيب انت تاكل 500 سنه في الخرطوم كان زمان في دعم سريع. الله يطول عمرك. اول حاجه داير اقول الكلام ده لكل النساء الشعب السوداني، المره دي بتعرفوها كان جيرانها اللي ساكنين في حلتها، المره دي لازم تترجم وتنضرب وتنطرد، لان مره برا ضمير بلا انسانيه. وزي ما قالت الدعم السريع فعلا ساعدها، فعلا كلامها صح، الدعم السريع ساعدها لانه انه دس في بيتها، الدعم السريع ساعدها لانه جاب لها القروش والذهب اللي سرقهم من البنوك وسرقهم من المحلات. فعلا يعني اي واحده تطلع تتكلم تقول والله الدعم السريع ما شفنا منه حاجه، دي حقيقه ما شافوا حاجه لانه هم ساعدوا الدعم السريع. بمناسبه في نسوان برضه شغالين استخبارات للدعم السريع، هم اللي بيحكوا في الاحياء وهم اللي عندهم غبينه للناس. الدعم السريع البيوت اللي خشوها كلها لو لاحظتوا، شفت لكم دعم سريع خش لها بيت بتاع جالوس ولا شفت لكم دعم سريع خش لها بيت بسيط؟ الدعم السريع ده خاشي في البيوت السمحه ليه؟
لانه الناس زي المثال دي عندهم غبينه على الناس بيوتهم سمحه، هم اللي حرش الدم سريع يخشوا البيوت دي. فعشان كده المفترض انه بعد كده اي حتى في الشعب السوداني مش على الجيش بس، يا المواطنين في المنطقه اي واحده متواطيه ولا اي واحد متواطي مفترض يكون بيته مفتوح للدعم السريع. انا ما اعرف ان انتوا بتخافوا، مفروض ما تستنوا تبلغوا الجيش ولا تقولوا نبلغ الشرطه، انتوا تشيلوا عكاكيز الناس ديل يا اخواننا. بنتوف اللي عندهم عربيه بتاعتهم تاشر راكبه برا، بل بنتوف بتفرتك السلاح شايفين انه اقسم بالله لو واحد بسيط طقه الثانيين بيحاولوا بيجروا. مفترض انه تنظفوا مناطقكم براكم، وديل كلنا بيطبلوا الدعم السريع ده لانه كلهم لاقين تمويل من الدعم السريع، ممولين من الدعم السريع. دي الناس ما عندهم ضمير وعندهم غبينه على الناس اللي عندهم بيوت سمحه وعلى الناس اللي عندهم عربات. وبعدين في بعض المواطنين انا داير اقول لكم انتم تستاهلوا اللي بيسوقوا عرباتكم ديل، لانه قبل اليوم قلنا في اللايفات اخواننا اي زول عشان عربيته ماشي